المايكروسكوب. المايكروسكوب بيتكون من ثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الأولاني بيبقى ميتال أو معدن، وعادة متصنع من الحديد الزهر. الجزء الثاني بيبقى عبارة عن مجموعة من العدسات. الجزء الثالث اللي هو السورس أوف إليومينيشن أو مصدر الضوء، وده يا إما مراية زي ما إحنا شايفين وهنستعمل في المعمل بتاعنا، أو ممكن يكون إلكتريك بالب نستخدمها لو كان الجو مظلم. الجزء الميتال بيتكون من حاجتين، الحاجة الأولانية بنسميها قاعدة أو بيز، الحاجة التانية بنسميها أرم. والأرم زي ما أنت شايف بيشيل مجموعة العدسات كلها، وبعدين متصل بالقاعدة عن طريق مفصل هنا بيسمح لي بحركة الأرم. ليه بحب أحرك الأرم؟ لأن أنا ممكن أتفرج على الشريحة بتاعتي وأنا واقف، أو أتفرج وهو بالوضع ده. طب لو أنا قاعد مش معقول هطلع فوق أتفرج من فوق كده، لا، بحرك الأرم بتاعي بحيث يبقى اتجاهه بالشكل ده أقدر أتفرج وأنا قاعد. الأرم فيه بكرتين، البكرة الكبيرة بنسميها كورس أدجستمنت، والبكرة الرقيقة الصغيرة دي بنسميها فاين أدجستمنت. كورس ادجستمنت بيسمح بحركة مجموعة العدسات دي كلها فوق وتحت بطريقة انا بقدر اشوفها بعناية. الفاين ادجستمنت بيسمح بحركة مجموعة العدسات دي بشكل انا ما بقدرش اشوفه بعناية. يعني هما الاتنين نفس الفكرة، لكن ده بيديني حركة كبيرة وده بيديني حركة صغيرة. مجموعة العدسات ثلاثة، الاي بيس، الاوبجكتيف لينسز، والكوندنسر. الشريحة بتاعتي بحطها على الميكانيكال ستيج هنا، وبعدين امسكها بالتو هولدرز اللي احنا شايفينهم دول. الاي بيس ممكن يكون الدايمتريك باور بتاعتها 4، ممكن تكون 10، ممكن تكون 15، حسب الماجنيفيكيشن اللي انا عايزه. لكن عادة احنا بنحط لك واحدة بس وبنثبتها، سواء كانت 4 او 10، وفي الغالب بتبقى 10. الاوبجكتيف لينسز هي كمان فيها مجموعة من الباورز، الأولانية بتبقى 4، ودي لما بستعملها بتفرج على الشريحة بطريقة بانوراميك، يعني أقدر أشوف الشريحة بتاعتي كلها. ممكن تكون 10، يبقى أنا عندي التكبير بتاعي فيه التكبير 4 وفي تكبير 10، يعني بيكبر لي الصورة بتاعتي 10 مرات. لا، ممكن يكون 40، لكن خلي بالك لو هتستخدم الميكروسكوب على عدسة 40 اوعى تستخدم الكورس ادجستمنت، وإلا هتكسر الشريحة بتاعتك. لكن تقدر تستخدم الفاين ادجستمنت. نفس الكلام بنقوله لو احنا بنستخدم التكبير المية او الاي اميرشن لينس، في الحاله دي ما اقدرش استخدم الكورس ادجستمنت باي صوره من الصور او باي شكل من الاشكال. دلوقتي تعالوا نتفرج على الميكروسكوب بتاعنا. ادي الاي بيس في اول التيوب، وادي التيوب، وبعدين دي الاوبجكتيف لينس 4 10 40، واخر حاجه 100، والخط هنا في المية ابيض. عشان نحرك الكورس ادجستمنت بتبقى الصوره بالشكل ده، مجموعه التيوب كلها بتتحرك فوق وتحت. ده الفاين ادجستمنت. دي الميرور بحركها في الاتجاه تدي لاعلى اضاءه، طبعا عيني فوق على الاوبجكتيف لينس. علشان استخدم الميكروسكوب لازم انضف الاول، اطلع واحد من الكلينكس بتاعتي، انضف كل مجموعه العدسات بتاعتي كويس، انضفها حلو قوي واضمن ان الباص بتاعي، وامسك الشريحه بتاعتي انضفها هي كمان كويس قوي، واتاكد ان الكفر بتاعي فوق. بيحط الشريحه على الميكانيكال ستيج، واول حاجه يظبطها هي عدسه 4. يتفرج لقى الفيلد بتاعه حلو، يبدا يظبط بالكورس ادجستمنت، وبعدين بالفاين ادجستمنت، وبعدين يظبط بالعدسه 10، واللي في العدسه 40 ممنوع يستخدم الكورس ادجستمنت.